اقطعوا رأسه. ماذا؟ ولكني لم أفعل شيئا. صحيح، ولكني أحب هذه الكلمة. أرجوك يا سيدي، لقد قتلنا الجوع، أعطنا من بعض طعامك الملكي. حسنا، أنا الفارس الشجاع، أصارع الأسود والسباع. أخرس وأعطه الطعام. إن هذه المنتجات هي من بيت الغذاء الروسي، وهو مشروع تابع لمركز التصدير ووزارة الزراعة الروسية. يحضرون أفضل المنتجات الغذائية الروسية إلى الخليج العربي ويجعلونها رائجة هنا. أتمنى أن تستمتع. يا نقطة في الماء، يا حشرة الخنفساء، يا غبي الأغبياء، لماذا تتكلم وأنا موجود؟ يا رقعة الحذاء. يا ملك السفهاء. اقطعوا رأسه. لقد نسيت سيفي في البيت. لا لا، أنا آسف. هذه من أفضل الحبوب والمعلبات واللحوم المقددة. أنا أحب اللحم المقدقد. اقطعوا رأسه.